الطفولة بسمة بريئة ارتسمت على محيا كالملائكة، وحياة بسيطة خالية من المشاكل والهموم، عالم وردي تملأه الأحلام السعيدة، تكسوه القلوب البيضاء المسامحة والعفوية في كل شيء. تحت شعار الطفولة بألوان الطيف يقام مهرجان الطفولة الخامس لعام 2018 الذي خصص لرياض الأطفال العامة في مدينة زوارة. نسعى أن نقدم الأفضل لهؤلاء الأطفال. في هذا اليوم أنا خصصت شريحة اللي هي بعد الحرب، بعد من مواليد بعد 2011-2012. نحاولوا هذه الشريحة المظلومة في ليبيا واللي هي ما اخذتش حقها في هذا الضخم السياسي وهذه الفوضى الموجودة في داخل هذا الوطن، نحاولوا أن احنا نرفعوا عليهم ونحاولوا نطلعوهم الجو العام الموجود في داخل البيوت، في داخل شاشات التلفزيون، في داخل الوطن بصفة عامة. تضمن المهرجان عدة فقرات فنية قدم من خلالها الأطفال استعراضا بالأزياء التقليدية والرقصات الشعبية وسط بهجة وسرور. أقيم المهرجان بإشراف فريق الدعم النفسي والاجتماعي بزوارة وبالتعاون مع مدرسة نجم الجندوز لذوي الاحتياجات الخاصة. قدم المشاركون في المهرجان عددا من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية للأطفال، ما يعزز من ثقافتهم ومعرفتهم ويحفز لديهم الرغبة في التعلم والإبداع. نحاولوا هذا الطفل نصلحه من النفسيه نتاعها ومن اثار الحرب، لان الحرب لها اثار. مش احنا توا في 2011 فجأنا سلاحنا موجود في حرب اخر، حرب يدمر الناحيه النفسيه للطفل. هذا ما نحاول نحن كفريق الدعم النفسي الاجتماعي ان نعالج هؤلاء الاطفال من خلال اللعب، من خلال الموسيقى، من خلال الترفيه لهؤلاء الاطفال، من خلال ان نعطي لهم مساحه من الامل لليبيا الغد وليبيا الافضل. في ختام المهرجان كرمت بعض الشخصيات لقيامها بعمليات مميزة في المدينة.